اهلا بيكم معانا في فيديو جديد من فيديوهات شيرين بعد الاربعين. النهاردة جيت علشان اجاوب عن السؤال اللي بالنسبة لي من يوم ما اشتغلت هو سؤال الحلقة. بتسأل السؤال ده كل لما اقول انا بشتغل ايه، وانا بقالي فوق العشرين سنة بشتغل نفس الوظيفة، ورغم كده كل الناس متصورة ان وظيفتي دي وظيفة جديدة، وبيستغربوا جدا لما اقول لهم اني بشتغل اخصائية اعلام، خصوصا بقى لما اقول لهم اخصائية اعلام في مدرسة، فيبتدوا يسألوني ايه ده، هي المدارس فيها اخصائية اعلام؟ والسؤال اللي قبله بقى، يعني ايه اخصائية اعلام؟ وعلشان كده انا النهاردة جيت اجاوب على السؤال الأزلي اللي بيتسألي بقاله زمن طويل جدا، يعني إيه أخصائية إعلام؟ أخصائية إعلام يعني هي أو هو الشخص المسؤول عن علاقة المكان اللي بيشتغل فيه بوسائل الإعلام. يعني إيه؟ يعني هو بيعمل إعلانات، مش بالضرورة يكون بيعمل إعلانات، ولكن ممكن يكون بيشتغل في مؤسسة كبيرة بتعمل إعلانات، وده بيكون جزء من شغله. أمال إيه بقية الأجزاء؟ هو ممكن يكون بيعمل ندوات، بينظم مؤتمرات، بيكون طرف في أي حملة دعاية بالاشتراك طبعا مع قسم التسويق أو الماركتينج في المكان اللي بيشتغل فيه. طيب وفي المدرسة أخصائية الإعلام بتعمل إيه في المدرسة؟ الحقيقة في المدرسة بيبقى لها وظيفة مختلفة شوية عن المؤسسات أو المصانع أو الشركات أو الأماكن التانية اللي بيبقى فيها مسؤول إعلام أو أخصائي إعلام. وطبعا هو مسمى ذكوري زي كل مسميات الوظائف، بيتقال عليه سواء للرجل أو للمرأة أخصائي إعلام أو أخصائي أول إعلام أو حسب التدرج الوظيفي للحكاية أو للمهنة. بيعمل إيه في المدرسة أو بتعمل إيه في المدرسة؟ في المدرسة في طبعا عندنا طابور الصباح. طابور الصباح ده بيبقى فيه الإذاعة المدرسية. الإذاعة المدرسية دي دور مهم من الأدوار اللي أخصائي الإعلام أو أخصائية الإعلام بتعملها أو بيعملها جوه المدرسة. طيب بيعملها إزاي؟ أولاً بيختار الطلبة أو الطالبات اللي عندهم القدرة أو عندهم الرغبة في مواجهة الجمهور اللي هو بالنسبة لهم المدرسين والزملاء أو الزميلات والمدير أو النظار لو هي مدرسة فيها أكتر من مرحلة أو الناظرات، وممكن يكون عنده الاستعداد لكن مش عارف إزاي، أو طالبة مش عارفة إزاي. أخصائية الإعلام بتاخد هذه الطالبة وتشوف لو عندها الموهبة وعندها الاستعداد، بتدربها، بتعلمها إزاي تواجه الجمهور وإزاي كمان تعد الفقرة اللي هتذاع في برنامج الإذاعة المدرسية اللي بيذاع في طابور الصباح كل يوم. بتعلمها إزاي تجيب الأخبار وإيه مصادر الأخبار، بتعلمها إزاي تدخل على الإنترنت عشان تجيب الأخبار، بتعلمها إزاي يكون الخبر موثق، يعني إزاي لازم تجيب الخبر من مصادره الأساسية. بتعلمها كمان إزاي تكتب مقال طبعا بمساعدة مدرسين اللغة العربية. بتعلمها ازاي تعمل انترفيو او تعمل حديث او حوار صحفي. بتعلمها ازاي تقدر تتكلم في الميكروفون. بتعلمها بمساعدة مدرسين اللغة العربية في المدرسة ازاي تبقى عندها القدرة على ادارة الحوار، وازاي تبقى واقفة واثقة في نفسها، وازاي تقدر تتكلم مع ناس ممكن يكونوا أكتر منها خبرة أو زيها أو أكبر سناً أو زيها، ناس من كل الأعمار. يعني باختصار بتؤهلها إنها تبقى إعلامية المستقبل. كمان بتعلمها إزاي تكتب خبر مش بس تنقله. بتعلمها يعني إيه مجلة،
سواء المجلة دي كانت مجلة حيطة أو مجلة مطبوعة، لأن في كتير من المدارس بيعملوا مجلات مطبوعة باللغات اللي المدارس بتدرس بيها المواد الدراسية بتاعتها، سواء عربي أو باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو حسب اللغات اللي موجودة في هذه المدارس، كمان حسب إمكانيات المدارس وحسب إمكانيات الطالبات وأخصائي أو أخصائي الإعلام في هذه المدرسة. طيب ده بالنسبة للمدرسة، هل ده بس اللي بيتعمل في المدرسة؟ لا، ممكن برضو أخصائي الإعلام بيشارك في إعداد الندوات والمؤتمرات المختلفة، يشارك في تغطية الأحداث اللي بتحصل في المدرسة، مش هو لكن بيعلم الطلبة والطالبات إزاي يعملوا ده. يعني لو في معرض مثلا أو في حفلة، بيعلم الطلبة أو الطالبات إزاي يقدموا الحفلة، بيعلمهم كمان لو في مجلة للمدرسة إزاي يقدروا يصوروها ويعملوا يغطوها صحفيا، يعني إزاي يكتبوا هذا الخبر وإزاي ينقلوه للناس من خلال المطبوعات اللي موجودة في المدرسة. ده بالنسبة لأخصائي أو أخصائية الإعلام جوه المدرسة. وزي ما قلنا، في أي مكان ممكن يبقى فيه أخصائي أو أخصائية إعلام، وهي المسؤول أو هو هي المسؤولة أو هو المسؤول عن علاقة هذا المكان بوسائل الإعلام. مش بس كده، لكن في كتير من الأماكن سواء كانت مصانع أو مؤسسات بتهتم بأي حاجة في المجتمع، بتصدر دوريات أو مجلات، سواء بتعلقها على الحيطة، سواء بتكون دورية، سواء بتكون خاصة بالتوعية، أو أياً كان نوع هذه المطبوعات، بيبقى أخصائي الإعلام أو أخصائية الإعلام هو المسؤول عن إعداد وإصدار مثل هذه المطبوعات. وبكده أتمنى أني أكون جاوبت على السؤال اللي بالنسبة لي وبالنسبة لكتير من زمايلي وزميلاتي اللي بيشتغلوا نفس شغلانتي، هو سؤال الحلقة. كل ما يقولوا لحد أنا بشتغل أخصائي إعلام أو أخصائية إعلام، يقولوا لهم يعني إيه؟ خلاص أنا سهلت عليكم الموضوع، اللي يسألكم ادولوا لينك الفيديو. وأتمنى قبل ما تمشوا وتسيبوني، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو إذا عجبكم، كمان من فضلكم إذا عجبكم أعملوا له شير، وما تنسوش عشان تشتركوا في القناة ويوصل لكم كل جديد، تدوسوا على الكلمة اللي موجودة باللون الأحمر تحت الفيديو، كلمة سبسكرايب أو اشتراك. شكرا لكل حضراتكم، وإن شاء الله أشوف حضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات شيرين بعد 40.